سبحان الله، يعني حالة خاصة صارت معايا في تونس، فرحان اللي بالحق نرقى التوانسة الكل ممنا بالمشروع هذا. حاجات يعني عادية منه اللي هو تلتم الاسكالون بانو الاسمار تيبو على الطريقة المكسيكية. سندويش خد قالوا لي بنيه برشا على قد ما طيبت انا وما شيء، قلت خليني نذوق قلب. الستريت فود علاش؟ خاطر الستريت فود هو راهو فن. الستريت فود يحكي على الاكله الشعبيه بالمنطقه هذيك.